شاء الله سوف أقدم لكم وصفة لإزالة الكرش أو إذابة دهون البطن. الكثير منا يعاني من هذه المشكلة، مشكلة الكرش ومشكلة البطن. هناك من يكون وزنه زائد ويعاني من زيادة وزنه وفي نفس الوقت من ظهور أو بروز البطن، وهناك العكس، يعني من يكون نحيف وبطنه بارزة. فإذا كنت من النوعين فهذه الوصفة رائعة جدا بالنسبة لك. إذا كنت مثلا لا تريد أو كنت لا تريدين أن تنقصي عامة جسمك، يعني لا تريدين أن تصبحي نحيفة وفي نفس الوقت تريدين إزالة الكرش، فهذه الوصفة رائعة جدا. سوف تكون بها مكونات طبيعية، يعني ليس فيها أي مكون غير طبيعي، مكوناتها طبيعية متواجدة في كل بيت، سهلة جدا، مذاقه جميل. هذا المشروب يعني مذاقه جميل، ليس مذاقا لا يطاق، يمكنكم اعتماده يعني بعد مرور أسبوع في حياتكم اليومية. فهو ينقي الجسم، يعمل ديتوكس للجسم، ينقي أمعاءكم، ينقي الكلوي، ينقي أشياء المتراكمة على الكبد وأيضا على الأمعاء وعلى جهازكم الهضمي، وفي نفس الوقت يقلل وزن البطن. هذه الوصفة تعطي نتيجة سريعة جدا، فلا تفوتوها أبدا. الآن سوف ننتقل مع بعضنا البعض إلى مكونات هذه الوصفة. سوف نحتاج إلى خيارة، كما ترون خيارة متوسطة. سوف نحتاج إلى زنجبيل طازج. سوف نحتاج إلى ليمونة. وسوف نحتاج إلى النعناع أو أوراق النعناع. يمكنكم استخدام أي نوع، ليست هناك مشكلة. إذن هذه هي المكونات التي سوف نحتاج إليها فقط، وسوف نحتاج إلى الماء. الآن سوف ننتقل مع بعضنا البعض إلى طريقة عمل هذه الوصفة، تابعوا معي. أول شيء نقوم بغسل الخيارة كما ترون حتى نزيل منها الأتربة، بعد ذلك نقشرها. إذن بعد غسل وتنظيف الخيارة نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى دوائر. إذن هذا هو الخيار بعد أن قمنا بتقطيعه إلى دوائر. الآن سوف ننتقل إلى الخطوة التالية. الآن سوف نقوم بعمل نفس الشيء للليمون، نقوم بتقطيعه إلى دوائر صغيرة. بالنسبة للزنجبيل الطازج سوف نقوم بتقشيره ثم بحكه. سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة كما ترون فقط. بالنسبة للنعناع سوف نقوم بإزالة الأوراق، نحتفظ فقط بالأوراق، نزيلها عن الأعواد لأننا لن نستخدم الأعواد. رائحة النعناع جميلة جدا. طبعا نكون قد غسلنا النعناع ونظفناه جيدا من التراب وتركناه حتى يجف، يجب أن يكون نظيف، وسوف ننظفه مرة أخرى. قمت بغسل أوراق النعناع جيدا مثل ما ترون، والآن سوف ننتقل للخطوة التالية. إذن هذه هي المكونات، الخيار، النعناع، الزنجبيل والليمون. الآن سوف نأخذ قدر زجاجي أو قنينة زجاجية كما ترون ونضيف إليها الماء. أنا هنا أستخدم ماء معدني، يمكنكم استخدام أي نوع من أنواع الماء، سواء مياه الصنابير أو المياه المفلترة، لكنني هنا أفضل وحبذا لو كان الماء معدني. كما ترون لا نملأه، يعني لا نملأه لأننا عندما سوف نضيف المكونات سوف يرتفع، لذلك لا نملأ القنينة حتى يعني لا تخرج المياه خارجا.
فالآن سوف نضيف المكونات الواحد تلو الآخر. سوف نضيف الخيار أولا. بالنسبة للمياه تقريبا هنا لتر واحد. سوف نضيف الليمون، سوف نضيف النعناع، وسنضيف الزنجبيل المحكوك بهذه الطريقة، وسوف نقوم بإدخال هذه المكونات حتى تندمج مع الماء جيدا. ونقوم بتغطيتها بهذه الطريقة، وهذا يكون شكلها. إذا هذا هو شكل المشروب بعد أن قمنا بإضافة المكونات إليه. كما ترون الليمون ينزل إلى تحت وباقي المكونات تصعد إلى الفوق. الآن بالنسبة لطريقة شرب هذا المشروب والاحتفاظ به، تحتفظون به في الثلاجة ضروري جدا. أصلا الآن فصل الصيف فالثلاجة شيء ضروري، وأن تكون المشروبات باردة أيضا شيء ضروري جدا للانتعاش في فصل الصيف. لكن إذا تركتموه حتى 5 دقائق خارج الثلاجة فربما يفسد، لذلك قوموا بإفراغ المشروب في الكأس وأرجعوه إلى الثلاجة مباشرة. الآن لا تشربه مباشرة بعد عمله، اتركوه لمدة 24 ساعة في الثلاجة ثم اشربوه. نعم، مثلا قمت بعمله اليوم الساعة 4، في الساعة 4 للغد تقومين بشربه. سوف تلاحظين أن لون النعناع لا يبقى هكذا، سوف يصبح ذابل. لا تخافي أو تعتقدي أن الوصفة قد فسدت، فقط لون النعناع يصبح ذابل، وهذا شيء طبيعي جدا، يفقد لونه ويعني يفرغ مزاياه في هذا الماء. كل هذه المكونات تفرغ مزاياها في هذا الماء وتعطينا مزاياها الرائعة. الآن بالنسبة لطريقة الشرب، إذا استطعت أن تشربي أكثر من 4 أكواب في اليوم فليس هناك مشكلة، رائع جدا. لكن كأقل شيء، أقل شيء 4 أكواب في اليوم، أقل شيء تستطيعين تقسيمها، مثلا كوب قبل الفطور، كوب قبل الغداء، كوب قبل يعني قبل العشاء يكون هناك وجبة سريعة أو شيء من هذا القبيل، كوب قبل تلك الوجبة، وكوب قبل أو بعد العشاء، هي 4 أكواب في المجموع في التوتال. لكن إذا استطعت مثلا 5 6 أكواب كلما تذكرته ليست هناك مشكلة. بالنسبة لي أنا هذا لا يبقى معي سوى يوم واحد، يعني أنهيه في يوم واحد، فهو أيضا كما قلت لكم رائع جدا بالنسبة للديتوكس، ليس فقط بالنسبة لإزالة البطن أو الكرش. الآن سوف تسألونني أنا متأكدة جدا، هل يعني بعد أن ننتهي من هذا الماء هل نقوم بعمل مكونات أخرى بماء آخر، أو نقوم بالاحتفاظ بنفس المكونات ونضيف عليها الماء مرة أخرى؟ يمكنكم الاحتفاظ بنفس المكونات لمدة 3 استخدامات فقط، 3 استعمالات فقط، لا تزيدين عن ذلك، يعني 3 أيام فقط. مثلا إذا قمت بإنهاء هذا المشروب في يوم واحد فتقومين بإضافة الماء ليوم غد وإضافة الماء أخرى ليوم غد، لكن لا تحتفظ بها لأكثر من 3 أيام. 3 أيام وبعد ذلك قومي بعمل مكونات أخرى، لأن كما قلت لكم المكونات بعد، أو لم أقلها، المكونات بعد 3 مرة خلاص يعني تفقد خاصيتها، ويجب عليك عمل مكونات أخرى. في مدة أسبوع فقط سوف ترون نتيجة رائعة جدا. الآن النتيجة إذا كان مثلا بطنك قليل إلى متوسط ففي الأسبوع الأول سوف ترى نتيجة رائعة جدا. إذا كان دهون البطن كثيرة يعني سوف تحتاج على الأقل إلى 3 حتى 4 أسابيع لكي ترى النتيجة. النتيجة في الأسبوع الأول تكون يعني بالنسبة للبطن الصغيرة إلى المتوسطة. من الأفضل، يعني أنا أحبذ، ومن الأفضل لكي تسرع نتيجة هذا المشروب أن تقوموا بالتقليل من الدهون. إذا كنتم تشربون كوكاكولا أو بيبسي أو أي شيء آخر في ذلك الأسبوع، أعلم أنه إدمان كبير جدا، لكن في ذلك الأسبوع عوضوا المشروبات الغازية بهذا المشروب، فهو أيضا منعش جدا. إذا كنتم تأكلون كثيرا الوجبات السريعة، فاست فود، تأكلون كثيرا مثلا هامبرغرز، كثير من الدهون، فقوموا بالتقليل منها. يعني هذه لا تسمى حمية، لأن الحمية لها ضوابط، ولكن على الأقل قوموا بالتقليل من تلك الدهون حتى تعطيكم هذه الوصفة نتيجة سريعة جدا.
إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأفادتكم. لا تنسوا لايك للفيديو ولا تنسوا نشره مع أصدقائكم وعائلتكم لإفادتهم وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كان لديك أو لديك موقع فيمكنك إعادة نشر هذا الفيديو، ليست هناك أي مشكلة مع ذكر اسم قناة فيدي واستفيدي. وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله. تابعوني دائما، في أمان الله.